أن نتريث بطرح اسمه، ونحن كمان عم بحوار مع الاعتدال مع كتلة صيدا، وتقريبا يعني متوافقين على سلة من الأسماء. رح يكون هيدا الويكند عندنا اجتماعات على هيدي الألبسة. كتلة كبيرة مع الثنائي. ماشي ماشي نحن بالخط. إذا بيردوا علينا يا ريت، إذا بيردوا على واقع لبنان وأنين لبنان بيكون كتير عظيم. إبراهيم نحاول نوسع المروحة، نوسع الدائرة تبعنا. هذا الاعتداء بعزز حدود حظوظ الكتلة الثالثة بالمجلس النيابي، وممكن من خلاله بعدين نقدر نحسن شو فرص المرشح اللي بينطبق عليه مواصفات المبادرة. ما